خوتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن هوية الحكام الذين سيديرون موقعة الذهاب وإياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بين الجزائر والكاميرون في 25 و29 مارس الجاري. وسيدير مواجهة الذهاب الحكم بوندو من بوتسوانا، وهو الذي حرم الجزائر من ركلة جزاء واضحة أمام بوركينا فاسو. كما سيدير مواجهة الإياب الحكم الغامبي باراكاي غاساما المعروف بفساده وتحيزه للكاميرون، وهو الأمر الذي أجبر الاتحادية الجزائرية على التحرك والاعتراض على تعيين هذين الحكمين. وتأتي هذه الأخبار في ظل تصريحات إيتو الأخيرة التي قال فيها بأن الكاميرونيين مستعدين للموت من أجل التأهل، وهو المعروف بحياكة المؤامرات في آخر نسخة لكأس إفريقيا.